بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العام. أهلا بكم أبناء الطلاب في تدريبات جديدة على البلاغة. الحقيقة البلاغة محتاجين ان احنا نزود فيها شوية علشان نتدرب عليها، ومن خير القطع اللي ممكن نتدرب عليها طبعا هي القطع الموجودة في دليل التقويم، لانها بتبقى اسئلة مركزة وموجهة ما بتخرجش عن الاطار العام، وممكن قوي نلاقي فقرة من هذه الفقرات قدامنا بمشيئة الرحمن في امتحان اخر السنة من عالم، او نلاقي السؤال بالنص زي ما هو موجود قدامك كده عشان تبقى متدرب وقد ألفت هذه الأسئلة وما تتخضش من أي قطعة بلاغة تيجي. وأنبه يا جماعة، مهما كانت قطعة البلاغة تبدو بحط خط تحت كلمة تبدو دي، مهما كانت قطعة البلاغة قدامك تبدو صعبة، إلا صدقني إذا ركزت واستهديت بالله كده وقريتها مرة واتنين وتجنبت الكلمات الصعبة اللي أنت مش عارفها وأدركت المعنى العام والعاطفة العامة للشاعر في الأبيات، إن شاء الله هتلاقي بتحل وهتحقق الدرجة النهائية. ودايما نضرب للطلاب مثال بقطعة اللي هي الترانسليشن بتاعت الانجليزي اللي بتجيلك، ساعات في كلمات كتيرة انت ما بتبقاش عارف معناها، ومع ذلك بتقدر تترجم القطعة اللي قدامك وبتقدر تاخد فيها كمان الدرجة النهائية. فللأسف الشديد ان قطعة البلاغة عند بعض الطلاب كادت ان تكون بلغة اخرى للأسف الشديد. توكلنا على الله. التدريب الاول من دليل التقويم. قال الشاعر، اسمع بقى الابيات الجميله دي واستمتع بها معايا كده، بيقول لك ايه الشاعر نصيحه يعني، ويقال ان الامام الشافعي هو الذي كتب هذه الكلمات الرقيقه. اذا رمت ان تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن اللسان منك بسوءه، فكلك سوءات وللناس اعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي احسن. هنا طبعا يأمرنا بمكارم الأخلاق، وأن نبعد عن التدخل في شؤون الآخرين، أن نبعد عن فضح الناس وتتبع عورات وعيوب الناس، لأن إذا نحن تتبعنا الناس فنحن واحد، ولكن إذا الناس تتبعوا عوراتنا فالناس كثير، إذا نحن الذين سنخسر في هذه المعركة، معركة الفضح يعني والعياذ بالله يعني. بقول لي بقى، تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. مقياس الحكم على قيمة التجربة الشعرية. شوف بقى، ده من منهج اللي علينا من كتاب المدرسة، ما حدش يقدر يقوله أي حاجة. طب الحكم على التجربة أنها كويسة أو أنها جيدة أو غير جيدة بيجي منين؟ من ذاتيتها ولا عموميتها ولا الصدق ولا الواقعية؟ الصدق طبعا. يبقى لما يقول لي هنا التجربة الشعرية تكون جيدة إمتى؟ بالصدق في التعبير عنها. السؤال اللي بعديه بيقول لي، غرض الإنشاء في الأبيات السابقة الالتماس ولا النصح ولا الرجاء ولا الحث؟ بص، انا عايزك تمشي يعني معايا كده بنظريه اسمها نظريه السياق. سياق الكلام ده ايه؟ يعني لو شاعر حكيم بيقول للناس اعملوا كذا وما تعملوش كذا، ده من باب النصح. لكن الحث بيبقى قائد مع جنوده، بيبقى استاذ بيشجع الطلاب على المذاكره. صحيح ممكن يكون بنصحهم، لكن لما تزيد شويه الجرعه يبقى بايه؟ ها، بيحث الطلاب. إذا الحث في المواقف الحماسية والنصح في المواقف الحكمية. طب هنا الموقف موقف حماسي ولا موقف حكمي؟ يغلب عليه الحكمة. إنما الالتماس والرجاء بعدناه، لأن الالتماس يكون بين الأصدقاء والرجاء يكون من الأدنى للأعلى. يعني إذا أنا قلت لأبي افعل كذا، ده من باب الرجاء. إذا قلت لأستاذي أو من يعنوني شأنا افعل لي كذا، هذا رجاء. طب لما اقول للصديق ليا، يبقى ده نوع من الالتماس. يبقى اذا هنا انا خدت النصح عشان هي ادق واحده، مش خدتها كده وخلاص، انا خدتها بالعقل يعني. وضح التجربه التي يصورها الشاعر في الابيات. بصوا بقى شباب، في اسئله كده لازم تكون انت بتجاوب الاجابه الامنه، مش مجرد الاجابه الصحيحه. يعني في اجابه امنه مطمئنه، مهما نزل نموذج الاجابه هتاخد الدرجه. وفي إجابة أنت وحظك. للأسف الشديد في نسبة فوضى كده موجودة في نسبة في نماذج الإجابة، احنا تعلمنا منها زمان وبنعلم دلوقتي طلابنا. يعني قصدك ايه يا أستاذ؟ بص، في ناس أو اللي حاطط الممتحن يعني ممكن لما يقولك وضح التجربة اللي تصورها الشعر في الأبيات يشرح، ينزل شرح عادي. واحد تاني يلتزم بكتاب المدرسة. كتاب المدرسة اللي هو التجربة. التجربة في كتاب المدرسة أنت عارف عناصرها، الفكر، الوجدان، الألفاظ،
الخيال، الموسيقى، 5 نقاط لازم تتكلم عنهم في الأبيات. طب أنا قدامي دلوقتي طريقين، أغامر وأريح دماغي وأشرح الأبيات وخلاص وأنا وحظي، ولا أذكر ال5 نقاط. وعلى فكرة ال5 نقاط دولت لازم هتاخد الدرجة لأن جواهم شرح. يعني إذا كان هو عايز الشرح موجود جوه ال5 نقاط، إذا كان عايز ال5 نقاط أدي ال5 نقاط. إيه اللي استفزني أقول لك إنها 5 نقاط؟ التجربة، كلمة التجربة دي وضح التجربة. فعلشان كده يا شباب أنا عايز نتعود على الإجابة الآمنة وليست مجرد الإجابة الصحيحة. يعني أعمل إيه يا أستاذ في الآخر كده؟ أقول له الفكر، يدعو الشاعر في هذه الأبيات الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يخوض في أعراض الناس، ويحذره من الخوض في أعراض الناس لأن الناس ستخوض في أعراضك، ويعني زي ما نقول ينصحه بأن يكون حسن الخلق وحسن العشرة فيهنأ بحب الناس له، وبرضه لا يحرمه حقه وإنما يقول له دافع عن حقك ولكن التمس الأخلاق حتى وأنت تأخذ حقك. ده الفكر. إنما الوجدان هنا إيه؟ الوجدان هنا يغلب على الشعر عاطفة الحب، حب الناس وحب توجيههم وحب الحكمة والرغبة في أن ينتشر المودة والسلام في المجتمع وأن يحافظ الإنسان على الخلق الحسن. دي الرغبة، الحب، دي العاطفة. والألفاظ جاءت مناسبة للعاطفة مثل كلمة رمت وتحيا، وهي كلمات تدل على الرغبة في الحياة الجيدة، مثل كلمة عرضك وصين، هذه الكلمات تدل على ضرورة حفاظ الإنسان على أخلاقه، مثل كلمة سوءات، جمع يفيد الإيه؟ الكسرة، مثل تتابع فعل الأمر عاشر ودافع وعاشر ودافع والنهي عفوا فلا ينطقن، كل هذه الكلمات تدل على دقة الشاعر في استخدام الألفاظ المناسبة للعاطفة. طب بالنسبة للخيال، الخيال هنا يغلب على الأبيات الحقائق أكثر من الخيال لأن الشعر في باب النصح والإرشاد. لكن مثلا لما قال عرضك صين أي عرضك محافظ عليه، دي من باب الاستعارة المكنية، فهنا استعارة مكنية شبه العرض وكأنه شيء مادي يحفظ. كلمة اللسان ممكن تعتبرها مجاز مرسل، علاقته الجزئية، فأنا بجيب له صورة أو صورتين. أما الموسيقى في الأبيات فالظاهرة في وحدة الوزن والقافية وبعض المحسنات البدائية وما تقولش حاجة أكتر من كده، والخفية في حرارة العاطفة وإيحاء الألفاظ وتناسق الأفكار وترابطها. كده أنا مجاوب الإجابة الآمنة. إجابة ممكن تاخد مني نص صفحة، 3/4 صفحة، إجابة طويلة لكنها إجابة إيه يا شباب؟ إجابة آمنة. فأرجو أن نكون قد استفدنا من هذه الإجابة ونعممها فيما يأتي لما يجي يقول لي التجربة.